خلاف إدارة الدولة عقد اجتماع قبل 3 أيام تقريبا حتى يناقش الانتخابات المحلية. لم ندعى إلى الاجتماع الذي تم فيه تقاسم الوزارات بين المكونات العرقية والطائفية. تعتقد هي محاولة للدفع أكثر بعمر الحكومة الحالية؟ كل الكرد بما فيهم الديمقراطي والاتحاد الوطني يريدون تدقيق سجل ناخبين قبل الانتخابات. قيادات داخل الإطار التنسيقي ما مرتاحين لوجود السيد مقتدى الصدر خارج العملية السياسية؟ اليوم القانون اللي دنشرعه هو قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات والبرلمان. أضعفتوا أنفسكم أم هم أضعفوكم؟ عندما تنصف أو ينصف تحالف إدارة الدولة المكون التركماني بالتمثيل العادل داخل الحكومة العراقية.